من باريس. كانت الموضة تنزل هنا قبل ما تنزل باريس. الشوارع كانت نظيفة زي الفل. الاسم كل يوم. المحلات كانت فخمة. الناس كانوا مؤدبين. زكي باشا. نكمل كلامنا لما نطلع فوق الناس بتبص علينا. يبص علينا ليه؟ يبص على البلد اللي باظت. يبص على العمارات اللي كانت احسن من عمارات اوروبا. دلوقتي بقت مزابل من فوق ومن تحت مسخ. احنا في زمن المسخ. انا اقدم واحد في العماره دي. اقدم واحد. احلى ايام عمري عشتها فيها. واحلى ناس عايشوا معايا فيها. من اول الاميرات. لغايتك انت يا اميرتي. زكي باشا يلا نطلع فوق وبقول كل اللي نفسك فيه. يلا. انا اقدم واحد في العماره دي. اقدم واحد. ولا ملول عند بلو اسكن بي دريم ليتل دريم اوف مي. انا طالبه منك خدمه يا باشا. اطلب عينيا. شارع سليمان باشا كله. أنا أقدم واحد في العمارة. أنا كنت مقدمة على قرض من البنك بخمس تلاف جنيه بس قالوا لي لازم يكون في ضامن. أنا أضمنك بعمري. ما كنتش أنا هضمنك. مين أنا هضمنك؟ أنا معايا الأوراق. تاخد تمضيها؟ ولا ملوك عبدو أذكروني. بس اللي جبت اللي ايه يا باشا؟ في ايه؟ عايز اروح الحمام. عايز اروح الحمام. سلامتك يا باشا. سلامتك يا باشا. تعال 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 يا باشا. سلامتك. الف سلام. سلامتك يا باشا. سلامتك يا باشا. تعال. سلامتك يا باشا. الف سلام عليك. انا كويس شوي. اسفين يا حاج عزام، شغلنا دايما مزعج. انا العميد حمدي شعبان من اداره مكافحه المخدرات. واحنا مالنا احنا ومال المخدرات؟ اسال الوالد. طبعا انت عارف ان انا عندي حصانه. الحصانه على راسنا من فوق يا سياده النايب. وبعدين سيادتك قلقان ليه؟ مش جايز الرجاله ما يلاقوش حاجه؟ بتصور ايه؟
لا هي لا. اسمح لي اتصل بالتليفون. بحريتك يا سيادة النايب. ايوه يا باشا. متشكرة جدا يا استاذ ارمانيوس. ملاك يا هانم، ملاك ارمانيوس. استاذ ملاك، ده مبلغ صغير مقابل شهامتك. دولة هانم، ساعتك ما تعرفينيش كويس. أنا راجل صاحب فابريكا. أنا بلغتك بالموضوع ده مخصوص حرصاً على سمعة عائلة محترمة وعريقة. أيوة بس أنا لسه عايزاك في الخدمة الأهم. وأنا تحت. يا ريتني كنت قابلتك من زمان. ما كانش ينفع. ليه؟ من زمان كنت عيلة. طفلة يعني. وانت لسه طفلة. طفلة كلها أنوثة وحنان وعاطف شهامة. يا ريت ربنا يطول لي في عمري عشان أعيش معاكي أكتر وقت ممكن. ربنا يطول في عمرك. أنا عندي 65 سنة. ممكن تعيش لحد 100 سنة. أنا مرة سمعت حد في التلفزيون بيقول إن الواحد لما بيحب الدنيا هي كمان تحبه. مسألة وردة برضو. زكي باشا، أنا حبيتك عشان أنت احترمتني، حافظت عليا، عمرك ما كنت خسيس. ما تيجي نسافر كمان أسبوع أسبوعين؟ هيجي إيراد الأرض، ممكن نسافر باريس. باريس أخي، تتفرج على المطاعم والمحلات والمسارح والمتاحف والغابات اللي بره باريس، نجري ورا بعض هناك. أنا لسه بنت. اتفضل بيتك بقى. المهم يا سيدي، كان آخر مرة بقى مسخرة وقلة أدب. كفاية نجاسة يا نجس. إيه؟ في إيه؟ أنت إزاي تخش بيوت الناس من غير إذن كده؟ إحنا بوليس يا حضرت. وقفت بوليس. معك إذن النيابة؟ هتعلمني شغلي ولا إيه؟ المدام أختك ومقدمة بلاغ رسمي فيك بإنك بتمارس الفحشاء في بيتها. أختي هي اللي مقدمة البلاغ؟ أوران ده مش بيتها، ده المكتب بتاعي وهي مش قاعدة معايا. هي اللي فتحت لنا بمفتاحها يا حضرت. وبعدين لو عندك أي كلام عايز تقوله بقوله هناك في المحضر. دي حالة تلبس يا حضرة الظابط. ايوه حالة تلبس. ده انا حوديكم في داهية. ده اعتداء على حرمة البيوت. حرمة البيوت ولا حرمة المومس اللي قاعدة جنبك؟ مومس؟ ده اشرف منك يا شوارعية، سفلة يا بنت.